لكن هناك مشكلة سيد أبو القاسم، هناك مشكلة ناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت يعني نحن مع الحل السلمي، لكن نحترم حق الدول في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الدفاع عن نفسها، هذا تعليقا على الغارة المصرية. ومصر تعتبر أن الحكومة الشرعية في ليبيا هي في طبرق فقط وليس في طرابلس، إذا قد تكون هناك غارات في الفترة المقبلة قد تؤثر على سير الحوار. لا 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 لا, لا أعتقد يعني أمريكا دولة عظمى صحيح تتكلم بدبلوماسية، لكن بإشارة أو إيماءة تقف فرنسا وتقف بريطانيا وتقف مصر، هذه الدولة الأعظم. أما مسألة حق الدول في الدفاع على نفسها، الغارة المصرية على ليبيا دون موافقة دولية هذه صفاقة وتطاول وليست حق الدفاع المشترك. هل نطق باسم الخارجية الأمريكية هي التي تحترم هذا الحق يا سيدي، ليست فرنسا؟ لا 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 لا, لا هي تحترم حق الدول في الدفاع عن نفسها وليس في الاعتداء على آخرين. أن تشن غارات على مدن ليبية وحتى حتى 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 ولو كانت جماعات مشبوهة دون موافقة ليبية هذا اعتداء على السيادة. نعم هذا تفسيركم، لكن هي كانت نعم هذا تفسيركم، لكن هي سئلت عن الغارة المصرية تحديدا فقالت انها تحترم حق الدول في اتخاذ قراراتها الخاصة بالدفاع عن نفسها. يعني ما يقوله الامريكان ليس قرآن منزل للأسف، هم من يسيطرون على الكثير من واقع الأمور. نعم لكن كونهم يسيطرون لا يعني أن ما يقولونه حقيقة، صحيح، ولا يعني أن نسلم به. كون الحكومة الليبية يعني بغض النظر يعني مع اختلافها يعني تتحالف مع طرف آخر لمواجهة الإرهاب هذا شيء مقبول، لكن أن يكون من حق المصريين أو غيرهم الإغارة على الأرض الليبية واعتبار ذلك من الحقوق المشروعة ومن الدفاع عن نفسها سيد أبو القاسم غير مقبول. سيد أبو القاسم يعني في حكومتين اليوم بليبيا، في مؤتمر وطني وبرلمان من جهة أخرى، وأنتم تتحدثون عن السيادة الوطنية. أي سيادة وطنية يمكن أن تتحقق في ظل دولة مقطعة الأواصل؟ كل فريق يقول بأنه استشار الفريق الآخر. يعني اليوم في إصرار على حل عسكري، تقول بأنك لا تتحدث باسم المؤتمر الوطني، ولكن هل أنت راض عن أداء المؤتمر الوطني فيما يتعلق بالمحادثات التي تجريها الأمم المتحدة والاتجاه بتشكيل حكومة وحدة وطنية؟ لا لا انا 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 لست راضي مطلقا على المؤتمر الوطني، ولست راضي البت عن البرلمان، وكذلك الحكومتين شرقا وغربا يعني كلاهم يؤدي اداء سيء، لا يستشعرون حرج الموقف الذي يمر به الوطن. انا يعني غاضب حتى التمالة من برلمان طبرق ومن المؤتمر الوطني العام، يجب ان يعلن المصلحه الوطنيه ويبتعدون عن المتضرر الحقيقي هو المواطن اللي بيتضحت الصوره. سيد ابو القاسم مقزيت عضو المؤتمر الوطني، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك.